ومعنا من بغداد للحديث عن الانفجارات التي استهدفت معسكر صقر التابع لميليشيا الحشد في منطقة الدورة الصحفي عبد الله الفراجي، مرحبا بك معنا. اهلا بك، اهلا وسهلا بك. اهلا، بداية كيف تقرأ هذا التفجير الذي استهدف معسكر صقر في منطقة الدورة ببغداد؟ هل من اشارات تدل عمن يقف وراء هذا القصف؟ الانفجارات الأربعة المتتالية التي حدثت في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد مساء اليوم تأتي ضمن سلسلة الانفجارات والاستهدافات بطائرات مسيرة من دون طيار التي استهدفت معسكرات الحشد والمشاجب العسكرية التي تتبع الحشد الشعبي. الأمريكان يتعاملون بازدواجية مع هذه المعسكرات، فهم يقصفون المعسكرات القريبة من بغداد خوفا من استهداف الميليشيات لمعسكراتهم كمعسكر التاجي ومطار بغداد والسفارة الأمريكية، ويغضون الطرف عن معسكرات الحشد الشعبي في جرف الصخر وفي يثرب وفي غيرها. نعم. من مناطق العراق، وهي تأتي وهذه الانفجارات تأتي ضمن سلسلة الرد وضربة بضربة. يوم أمس صباحا استهدفت الميليشيات معسكر بسمايا جنوب بغداد، مما أدى إلى أضرار في عدة كرفانات. تسبب هذه الانفجارات والقصف على أيد الميليشيات بخروج القوات الإسبانية وتبديل أماكنها، والقوات الإسبانية هي من ضمن قوات التحالف الدولية التي ترأسها الولايات المتحدة، وهي مسؤولة عن تدريب وتطوير قدرات ومهارات القوات. نعم. الحكومية، وبالتالي الأمريكان جاهزين، الأمريكان يريدون أن يصلون رسالة إلى الميليشيات الولائية بأننا جاهزون وإننا مستعدون لضربكم وضرب قواعدكم أينما تكونوا. هذه ليست المرة الأولى التي يقصف فيها المعسكر، حيث كشف في آب 2019 عن قصف الكيان الصهيوني له. ما المسوغ اليوم لاستمرار وجود الميليشيات في المعسكرات الحكومية؟ المعسكرات الحكومية هي أسهل من المعسكرات التي تسمى هذه المعسكرات المشتركة التي تضم القوات العراقية من شرط أو جيش والعناصر الحشد الشعبي، وتهيمن على القرار الأمني والدخول والخروج إلى هذه المعسكرات المشتركة، يهيمن عليها القرار الحشد الشعبي. طبعا عناصر الجيش هم من مرروا المعلومات الكاملة للقوات الأمريكية. القوات الأمريكية لديها عيون في السماء، الطائرات المسيرة وطائرات تجسس بدون طيار، ولديها عيون في هذه المعسكرات. بعض الضباط القدامى الذين يتقربون إلى أمريكا في التخلص من هيمنة عناصر الحشد الشعبي على القرار الأمني في هذه المعسكرات. المسوق القانوني الذي تتخذه أمريكا في قصف هذه المعسكرات إنها قريبة من بغداد، وتستخدم هذه المعسكرات في تخزين السلاح الإيراني المنتج إيرانيا، لأن أمريكا تخاف، قوات أمريكا تخاف. نعم. أو تخشى من استهداف معسكراتها كما أسلفت، معسكراتها وخاصة المنطقة الخضراء ومطار بغداد بهذه الصواريخ المنتجة إيرانيا. القوات الأمريكية لديها علم بأن شحنات من الصواريخ وصلت تباعا إلى هذه القاعدة التي تتخذها الحشد الشعبي والقوات العراقية مقرا لها. الصواريخ تأتي إلى منطقة جرف الصخر. نعم. طيب، غير مقبولة بالسكان. إلى أي مدى أصبحت سيادة العراق وأمن العراق مستباحا مع تدخل الميليشيات الموالية لإيران وحدوث أحداث من هذا النوع؟ السيادة كما تعلم عزيزي، كما يعلم العالم كله، السيادة غير موجودة في العراق. السيادة الأمنية بيد الأمريكان وبيد الحشد الشعبي من جهة أخرى. الحشد لديه إمكانيات أمنية وإمكانيات لوجستية، يخطف من يشاء يقتل من يشاء في كل عموم العراق، وخصوصا بغداد يملك القرار الأمني. والأمريكان لديهم خطة ناجعة وناجحة لحد الآن، هم ضربة بضربة ويتعقبون معسكرات الميليشيات في كل مكان، سابقا في صلاح الدين، لكن في صلاح الدين انتفى وجود قصف هذه المعسكرات لأن القوات الأمريكية أخذت معسكراتها كمعسكر البكر أو معسكر قاعدة بلد الجوية، قاعدة بلد الجوية تركوها، هم لا يهمهم هذه القواعد التي يسكنها الحشد الشعبي ويتخذها مقرا له، لكن ركزوا جهودهم الاستخبارية والعسكرية في القواعد المحيطة من بغداد كقاعدة الصقر الجوية والقواعد الأخرى التي هي قريبة من مطار بغداد الدولي ومعسكر التاجي شمال بغداد. نعم. القوات الأمريكية ستستميت في قصف كل القواعد التي يتواجد فيها الحشد الشعبي، والتي من الممكن أن تشكل خطرا على وجود
اهداف امريكيه ومصالح امريكيه ومصالح التحالف الاخرى. استاذ عبد الله، عقب الانفجار طائرات امريكيه حلقت في سماء معسكر صقر، هل يمكن الربط بين التحليق للطائرات الامريكيه وبين القصف الفعلي الذي استهدف المعسكر؟ اخي انا الان في وسط بغداد، انا الان اتكلم معك وهذه طائره مسيره فوقي ربما لا تتجاوز ارتفاعاتها 2 كيلومتر مربع. الطائرات الامريكيه لا تترك السماء العراقيه خصوصا سماء بغداد وقاطع الكرخ ناهيك عن المعسكرات التي من الممكن ان تكون منطلقه لهجمات على مصالح امريكيه او اجنبيه اخرى. الطائرات الامريكيه لا تغادر سماء بغداد، ومن يقول ذلك فهو كاذب. طائرات امريكيه على مدى 24 ساعه تسلم احداها الاخرى للاخرى الواجب، تختفي اخرى فتظهر اخرى كبيره اكبر منها. طائرات المسيره تملا سماء بغداد، تملا سماء بغداد واحياء بغداد السكنيه ناهيك عن المعسكرات، المناطق التي تتواجد فيها هذه المعسكرات التي من الممكن ان تكون قاعده خلفيه لميليشيات في هذه النقطه. شكرا لك الاستاذ عبد الله الفراجي الصحفي، كنت معنا من بغداد.